أصدقائي مساء النور. فوالا اوني اون ديريكت، نحن في المباشر. مش عارفة هل ديانا برنسيس ديانا est avec nous. Elle est là. Comment vas-tu ma chérie؟ لما الناصر، أهلا لما. Comment vas-tu princesse Diana؟ Princesse Diana ça veut dire الأميرة ديانا. الأميرة ديانا هي صديقة على فكرة. بعد شوية ببروني. كوكو ما شيري سافا. بعد شوية bon je suis désolée Diana, je vais bien, tu es belle, merci. J'ai utilisé le shampoing de lait d'anesse et franchement mes cheveux ils sont magnifiques. انا يعني سوري انا كنت اتكلم بالفرنسي، قلت لصديقتي الفرنسية بانه استعملت هذا الشامبو اليوم، وهو شامبو من حليب، حاشاكم، من حليب الحمارة، ولكنه رائع جدا لانه شعري فريزي، شو بنقوله بالعربي، سلام ماروكس سكرين ميكس، منورة. اهلا 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 مجدو، باش اخبارك، لبس عليك صحيحه لاباس. فقلت لصديقتي بانه شعري رائع جدا بعد ما استعملت هذا الشامبو، اشتريته في المكان اللي كنت فيه اللي شفتوه في الصور بهذيك الجهه الفرنسيه، كنت بمنطقه البريطانيه. فانا انتظر ينضم لي محمد المنصوري وسنتحدث عن الرجل الشرقي لاول مره. سنتحدث عن الرجل الشرقي العربي. شعرك مجعد صح؟ شعري مجعد، مجعد مجعد كما يقولوا بالمصري. فسنتحدث عن الرومانسية عند الرجل الشرقي. علاش؟ لماذا الرجل الشرقي يبين أو لا يحب أنه يبين الرومانسية للمرأة الغربية وما يبينش الرومانسية للمرأة العربية؟ وعلاش مثلا يحب المرأة الأولى وكذا وما يعطيهاش كل الحب والاهتمام، والمرأة الثانية ممكن أنها تحصل على قاع يعني كل هذاك الحب وهذاك الاهتمام؟ ولكن محمد هو اللي راح يشرح لنا كل هذه الأمور. فأنا أنتظر أن يدخل محمد للبث. يا محمد وينك وينك وينك؟ وفاء صديقتي وفاء موجودة في المباشر. توباك الرجل الشرقي شرق والرومانسية غرب. والله والله شوفي صديقتي لما أنا أحس بعض الأحيان بأنه الرجل العربي أو الشرقي يمتنع عن السعادة، وعندما تمتنع عن السعادة فأنت تمتنع أنه أنت تشارك مشاعرك مع إنسان بشكل عادي. صديقتي وفاء هي صديقة عزيزة، هي أخت يعني أكثر من صديقة. أهلا الناس العراق. هنا زغار مساء النور هنا. إلى الست الغالية، شكرا شكرا عزيزي، الله يخليك. هناء هي صحفية وصديقة في المجال. إيه فوالا أنا رجعت. محمد اتصل بي عوض ما يدخل معنا في اللايف، اتصل بي من التليفون. فوالا أصدقائي، إذا كيف ما قلت لكم، ها هو محمد موجود. محمد أنا نبعث لك دعوة، أوكي خليك معايا تفضل. أتمنى أنه ما يكونش مشكل في اللايف، أتمنى من كل قلبي. يلا يا محمد أنا بعت لك الدعوة. أنا أعلم بأنه في الإمارات هناك مشكل في الواتساب، في الانستغرام، ولا أدري إن كنا سننجح في الموضوع إلا إذا عندك في بي إن. إذا عندك في بي إن ممكن الموضوع ممكن يتمشى. أمير فحصي خايفة يضيع البث. محمد غوفيزي كاتب لي محمد رفض الطلب. طيب محمد عمل لي دعوة. او لا محمد انا اسكر اللايف نسده وانت دخل من اللايف عندك، انا ادخل عندك. فوالا افيشي. فوالا اظن بانه عادل شاروخان الرجل الشرقي يعبر عن الحب الرومانسية بالعطاء، لكن المرأة تعبر عن الحب الرومانسية بالأفعال. صحيح صحيح.
على أي عزيزتي الرجل الشرقي عنده، أحس يعني لا أدري يعني أنا لست ضليعة في المجال، ولكن أحس بأنه الإنسان عندما يمتنع عن السعادة يمتنع عن إظهار مشاعره. هذا هو المهم، إنه لما تكون إنسان ولا يهمك ما يحدث، ممكن أنه أنت تعبر على اللي يعني على مشاعرك تجاه شخص معين، إن كانت امرأة أو لا، خصوصا النساء ممكن تعبر لها على مشاعرك بشكل سهل جدا يعني مش صعب. ولكن احنا في العقلية العربية دائما ممكن نفكر بأنه أي رجل يعبر على المشاعر دياله لامرأة فهو ضعيف الشخصية، رجل يبكي فهو ضعيف الشخصية. المهم أنا كنتسنى محمد، هو اللي غيكون معانا، هو اللي غيشرح لينا أكثر لأنه هو عنده نصائح قيمة في هذا المجال. ولكن فينا هو أحمد. محمد لوياليتا ماتش مور ذان بوكسين. هلو. أوكي محمد، ده شكله إلا عندك الفي بي إن، عمل تحميل الفي بي إن ولا ما عرفتش كيفاش يشغلوه، وممكن يعمل عندك الموضوع. المرأة يكفيها إهداءها وردة وكلمة. صحيح عزيزتي لما، والله صدقيني المرأة يكفي أنك تعطيها وردة وكلمة طيبة وخلاص. وفاء تقول مش بالضرورة يا حنونتي، مش بالضرورة يعني شنو أنه يعبر على مشاعره. أنا مشكلة إذا كان الرجل ما يقدرش يعبر على مشاعره فهذا مشكل. باتريك بونجور، مساء النور لكل الأصدقاء، ناس سلطنة عمان، ناس البحرين، ناس العراق أيضا، أهلا أهلا أهلا. قبل شوية كنت في الرياضة، كان أول زيارة لي للنادي، ف I did my fitness my sports work. هشام تلمودي هو فنان مغربي رائع جدا، عازف على آلة الكمان بشكل جميل جدا. إلى حابين تعرفوا على التراث الأمازيغي فممكن تدخلوا صفحته، هو موجود معنا في اللايف. عبد اللطيف الشيخ، أهلا أهلا أستاذي العزيز. فين هو الضيف ديالي غبر. بعض الناس الرجل بالفعل يعبر عن مشاعره والمثير يجدون صعوبة بالكلمة. صحيح صحيح محمد، وأسفة يا محمد مش عم ما عارفاش كيفاش نعمله. أهلا أهلا أهلا، والله أنا سعيدة جدا أنكم تكونوا كلكم موجودين، وأنا حضرت لكم ضيف محمد المنصوري، ولكن لا أدري وين هو الضيف، فين مشى. عنده مشكلة أظن في البث فصعب عليه أنه يدخل. أظن للأصدقاء اللي موجودين في الإمارات، هل هناك مشكلة فعلا من في الإمارات بخصوص إنستغرام؟ عيون محمد روب تيم. أموندو مساء النور. وفاء أقصد أنه لا يجب التعميم، مش كل الرجال الشرقيين أكيد أكيد، لا مش لا يجب، لا يجب التعميم دائما دائما دائما، الإنسان ما خصش يعمم. صديقي مراد السوداني من اليو اس اي. يا محمد مساء النور، الأنوار، مساء الورد، مساء الجمال. أين المشكلة؟ نزلت في بي ان وحدثته، سعيدة جدا والحمد لله تكللت هذه المحاولات بالنجاح، وأخيرا نحن في هذا اللايف المباشر مع جميع المتابعين. وين العقال يا محمد؟ وين العقال؟ شكرا على المبادرة الشعرية الصباحية الجميلة، تبارك الله عليك. العفو العفو، مرحبا. هذه المبادرة على فكرة انت اللي خليتيني انني نستوحي بعض الامور ذاك النهار، لانه دخلت لصفحتك وشفتك عملتي القاء لهذه القصيدة وقلبت على اسم يعني الشاعر اللي كتبها ما لقيتوش، ومشيت كتبت كلمات القصيدة ودخلت على الانترنت ولقيت القصيدة وما لقيتش صاحب القصيدة. فلا أدري إن كنت تتذكر الشاعر اللي كتبها الصراحة، يعني ممكن أنه تفيدنا. القصيدة هذه فيها تضارب في الراوي ديالها، في ناس قالوا أنها للإمام الشافعي
وفي ناس نسبوها لأسماء أخرى، وأنا أرجح الإمام الشافعي لأنه رائد شعر الحكمة، الشعر اللي فيه نعم حكمة دائما يكون. الإمام الشافعي عنده عدة قصائد فيها حكم بالغة بقت خالدة موجودة وتداولناها في المدارس وفي المنابر الإعلامية بكثرة. طيب شوف محمد، الموضوع شوية مثير للجدل، نعم لأنه يخص الرجل الشرقي، وأكيد فقط للتحديد قبل أن ندخل في التفاصيل، نحن لا نعمم ولا نقول بأن كل الرجال الشرقيين والعربيين العرب وما إلى ذلك كلهم ما يعبروش على مشاعرهم، ولكن نتحدث على ذاك الجزء الصغير من الرجل الشرقي اللي للأسف الرومانسية بالنسبة ليه مرتبطة بربما نساء أخريات غير النساء العربيات أو الشرقيات، اللي هم نساء أيضا بإمكان أن الرجل يعبر عن المشاعر دياله ليهم، بإمكانه أن يحبهم، بإمكانه أن يتعامل معهم بحالهم بحال المرأة الغربية. أوكي، دونك أنت هو مول، أنت دابا هو مول الكلام الحكيم. أولا السؤال الأول، لماذا تبدو الرومانسية من الرجل الشرقي للمرأة الغربية ولا تبدو للمرأة العربية أو الشرقية بشكل عام؟ أولاً التعبير يرتبط بالحرية، وهذه الحرية عندما يتحرر الرجل العربي من العادات والتقاليد والأعراف والنظرة النمطية له على أنه هذا الخشن الصلب الصلد هذا الصنديد، عندما يتحرر من هذه النظرة المترسخة في ذهن المرأة العربية يبوح بدواخله، لا يخشى أن يكون رومانسيا رقيقا لطيفا جميلا في تعامله، لا يخشى هذه الأشياء مع المرأة الغربية التي تتيح له هذا الانفتاح في التعبير صحيح. دون أن يكون أسير لأحكام مسبقة موجودة في أدمغة المتلقي. فهذه الحرية في التعبير هي التي تتيح للرجل أن يكون في قمة الجنون مع هذه المرأة الغربية. يعني الموضوع، يعني الموضوع مرتبط بالحرية، مرتبط بالتعبير الحر بدون قيود. نحن مقيدين بأعرافنا وتقاليدنا، وطبعا ديننا الإسلامي الحنيف، لأنه هذه الأعراف، حتى مش الدين كدين، فهمنا للدين صحيح وفهمنا للتدين، صحيح لأننا عندما نعود للسيرة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رومانسي مع كان أمهات ودود. المؤمنين، كان ودود وكان يلاعب السيدة عائشة ويجاريها، يعني يخرج يجري معها ويتسابق معها، وحينا تسبقه وحينا يسبقها، صحيح وكان يعني وكان يستحم معها في إناء واحد، وكان يعني هناك عدة مشاهد رومانسية جميلة جدا، ويقول في الحديث خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، ودائما واستوصوا يعني بالنساء خيرا، دائما يعني كان جدا رقيق ورومانسي مع، وهذا يعني شوف الرومانسية مرتبطة مع استقلالية القرار. صحيح إذا الإنسان هو مستقل بقراره، ليس تابعا، لأن احنا أغلبنا تربينا في أسر تقليدية، وممكن الجيل اللي قبلنا تقليدي بشكل أكثر من احنا شوية منفتحين، والجيل اللي بعدنا هو أكثر انفتاحا. هذه التقاليد ربطتنا بمسألة رضا الوالدين، والأم هي شيء مقدس بغض النظر عن أهلية هذه الأم. فعندنا مشكلة هذا العريس اللي نعتبره هو ولد أمه، مصيبة، هذا ولد أمه مصيبة مهما كان، يعني أمه تستأثر بكل الرومانسية لها دون صحيح هذه الزوجة المسكينة الغلبانة، يعني صحيح صحيح تحرمها من كل شيء، حتى من الكلمة الطيبة، تحرمها من الهدية، تحرمها من الوقت الجميل، يعني الله المستعان. فلذلك يعني العربي عندما يحصل على حريته في التعبير وحريته في اتخاذ القرار يكون رومانسي بشكل كبير. علاوة أن الرومانسية فيها عدة لغات، يعني طيب خلينا نعرف الرومانسية من منظور الشخص. نعم تفضل. الرومانسية أنا أعرفها على أنها جهد دائم
مبذول لشخص معين بغرض معين، لشخص واحد، هي غير رومانسية، يمكن أن تبذلها لعدة أشخاص في وقت واحد. نعم. أوكي، هذا الجهد إما أن يكون مادي أو معنوي. فهناك رجل رومانسيته تبدو بتوفير مستلزمات الحياة بالإخلاص، ممكن هو فاشل في الكلام، لا يعرف يقول كلام جميل، لكنه رجل مواقف. هل أنت تؤمن محمد، تؤمن بأن الرجال أفعال لا أقوال فعلا؟ هذه مقولة تحصر الرجل أقوال وأفعال، يعني لا يمكن أن نحصره إما أن يكون أقوال وإما أن يكون أفعال. ما المانع أن يكون قوله جميل وفعله أجمل؟ صحيح لا صحيح. أرى شيء، لا أرى شيء يمنع يعني هذه الموضوع يعني. واحد التعليق يقول بأنه لو رأى الرجل الحب والرومانسية معكوسة بين الوالد والوالدة لكان مثلهما، شنو رأيك في هذا الشيء؟ الوالدين هما مثال يحتذى به، وهذه المحبة اللي تكون بين الطرفين هي تنبت من وعي معين بأهمية هذه العلاقة. إذا غاب هذا الوعي وكان الزواج تقليدي محض بغاية التكاثر وبغاية الإنجاب وبغاية الخادمة اللي تكون في البيت وتنظف وتكنس وتطبخ، هذا خالي من الحب يعني. أما إذا كان هناك يعني ارتباط روحي بين الطرفين، وهناك تواصل، وهناك تعبير عن هذا الارتباط قبل الزواج، ثم أدى هذا يعني هذه العلاقة أدت إلى زواج فيما بعد، هنا تكون عندنا يعني تكون عندنا معايير أخرى لقياس هذه العلاقة. طيب فغالبا، تفضلي. غالبا لا، غالبا كتكون هذه العلاقة كتولد آباء رومانسيين كيكونوا قدوة حسنة لأبنائهم. طيب انا سؤال كيقول باللي الرجل عندما يكون فعلا مغرم او عندما يحب المرأة يهتم بها وما يمكنش انه ما يكونش عنده وقت لها ولو باتصال ولو بكلمة طيبة ولو برسالة، هل هذا صحيح ولا ممكن أنه الرجل يهملك طيلة اليوم وما يهتمش بيك ولكن يخليك فقط يقول لك كلمة في يومين وثلاثة أيام بأنه لا هو فعلا يحبك وما إلى ذلك، شنو هل هذا صحيح ولا لا؟ شخصية الرجل متنوعة، هي ليست شخصية واحدة ممكن نقيس عليها هذا المعيار. هناك رجال فعلا لا يدركون أهمية الكلمة الطيبة أو التواصل اليومي للمرأة، لا يدركون مدى أهمية أن تسمع المرأة كلمة طيبة من هذا الرجل. مهم جدا المرأة تؤثر بأذنها، أسمعها كلام تبغي جميل وكلام طيب. تبغي هناك رجال لا يدركون أهمية هذه النقطة، لو أدركوا أهمية هذه النقطة لبذلوا فيها الغالي والنفيس، لكن هذه إشكالية كبيرة في توعية الرجل بما تريده المرأة وتوعية المرأة بما يريده الرجل. أليس لأن المرأة تكوينها هكذا والرجل تكوينه يعني بهذه الطريقة هذه أنه لا يعطي أهمية للرسائل للاتصالات وما إلى ذلك بالرغم من أنه يعني الأمور الموضوعية تقول غير ذلك؟ لا، يهتم الرجل، يهتم إذا كان الموضوع مرتبط بالبزنس ومرتبط بالأموال وبالعمل وكذا، تجده يعني متفاعل ويراسل ويستقبل. طبعا والله صحيح صحيح تجده في قمة التفاعل، لماذا لا يكون في هذا التفاعل مع المرأة؟ صحيح غريب لكن لا، هو ليس بغريب، هو غياب الوعي بأهمية هذا الموضوع. عندما يكون الموضوع مرتبط بالعمل والبزنس هو يفهم أهمية التواصل والرد السريع والسؤال، لكن مع المرأة الرجل العربي تغيب عنه هذه النقطة، الكثير من الشباب تغيب عنه أهمية هذه النقطة خصوصا بعد الزواج. هل بعض الرجال العرب ينافقون المرأة يعني يبينوا لها بأنهم منفتحين وبأنهم رومانسيين وبأنهم كذا وكذا وهم في الحقيقة ليسوا نهائيا كما يقولون؟ في بداية العلاقات الأغلبية منافق، في بداية العلاقات
في بداية العلاقات أغلبية الرجال يحاولون أن يتمثلوا بفارس الأحلام، يحاولوا أن يستشفوا يعني ما هي تطلعات هذه الفتاة، ثم يتمثلونها سواء كانت من صميم شخصيتهم أو كانت يعني مستعارة في حينها. وهذا إشكال كبير، لأن هذه الأشياء كلها تختفي بعد الارتباط. بعد الارتباط يعني يظهر وجه آخر. وهذا إشكال كبير يعني في العلاقات الزوجية، لأن المرأة تتعود على نوع من الرومانسية والتواصل، ويكون هذا الشوق والاشتياق والحب والهيام، لكن عندما يكون في إطار الادعاء ولا يكون حقيقي هنا تكون مشكلة، لأن هذا كله يختفي بعد الزواج. يعني هو فقط ممكن أنه يتصنع حتى يرتبط، يعني بإمكانه أنه يتصنع حتى يرتبط، لأنه التصنع نورمالمون هو للاستهلاك، أنت تتصنع لتستهلك ولا تتصنع لترتبط. هو الاستهلاك، آلية الاستهلاك، يعني إذا كان الاستهلاك آني وحيني ومرتبط بفترة زمنية قصيرة هذا مسألة، ولكن إذا لم يكن بد من الزواج للوصول، يعني اوكي، أنت تفهمينني كلام وجيه، والمستمعين يفهمون. صح، كلام وجيه جدا. كلام، شوف، كلام في الصميم يا محمد. محمد، إذا نعم تفضل. تفضلي. لا 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 لماذا كملي. الزوج، اوكي، علاش الزوج ملي كيتزوج المرة الأولى ما كيعطيش داك الاهتمام والرومانسية مزيان، ولكن عندما يطلق ويتزوج مرة ثانية أو لا، عندما تكون لديه عشيقة إلا وتجده رومانسي وغاية في التعامل الجميل معها وما إلى ذلك، شنو الفرق بين الزوجة الأولى والزوجة الثانية، أو لا الحبيبة الأولى والحبيبة الثانية؟ يعني هناك مقولة تقول ما الحب إلا للحبيب الأول، لكن لا كيف لا لا لا، نقيسها؟ مش حقيقي. لا، وهي هذه مقولة، إحنا لا نثبت صدقها أو كذبها في هذا المقام، لكن أظن أن الرجل والمرأة في الوطن العربي الموضوع الحب والغرام وما يتطلبه الموضوع، العلاقة حتى الجانب الجنسي وكذا، هو من نعم، الطابوهات نوعا ما، من الممنوع المحظور المتروك الذي خلف الستائر، ويعني دائما يشار إليه بالإشارات عن بعد، ويغلف بأسماء أخرى غير ما هي عليه، فيجعل الإنسان يتخبط حتى يصل إلى عين الحقيقة من خلال تجربته الشخصية. والمسار العادي والمسار المعتاد والمعروف أن الإنسان عندما يرغب في علاقة جنسية هو يرتبط بامرأة في إطار المظلة المعروف. الزوجية المعروف، فإلى أن يصل إلى المظلة الزوجية هو لا يفقه شيئا وهي لا تفقه شيئا. وقبل الزواج الأغلب لا يستطيعون أن يفتحوا مثل هذه المواضيع، ثم بعد الزواج تحصل هناك صدامات ويعني نوع من الاكتشاف لهذا العالم الذي كان نوعا ما مسكوت عنه، فلربما سقف التوقعات يكون مرتفع جدا، صحيح. ثم الواقع ليس بهذه التوقعات وليس بهذا الخيال الذي يرسمه كل شخص في ذهنه عن الطرف الآخر، ثم تبدأ الصدامات في المعاشرة اليومية، الطباع اليومية التي يعني لا تحتاج إلى تصنع أو إلى تقنع، صحيح صحيح. فيكون هذا الحب أو هذه العلاقة نوعا ما وهمية ليست حقيقية، فيبدأ كل شخص يكتشف ما يحتاجه فعلا من اهتمام، من كلمات طيبة، من تصرف، من ثم تبدأ رحلة البحث عن هذا الحب وعن هذه الرومانسية الضائعة مع شخص آخر
لديه خبرة في هذا المجال. لذلك تجد مثلا عندنا في الصحراء، الصحراء المغربية، المرأة المطلقة يقام لها عرس، صحيح. ويكون لها خطاب، ويكون لها صف من الخطاب، ويعني تكون مطلوبة بشكل عجيب. ليش؟ صحيح. صارت عندها خبرة، صارت عندها معرفة ودراية، صحيح وصار صحيح. وصار وصار يعني الموضوع مرتبط أنه الحياة سوف تكون ممتعة أكثر مع هذه المرأة التي اكتسبت هذه الخبرة من زيجات سابقة. صحيح. لا أدري، يعني أنت ذكرت نقطة مهمة محمد، لأنه في المجتمعات العربية، لا أدري إن كان هناك مجتمعات، إن كانت هناك مجتمعات أخرى يعني تقوم بنفس الشيء بالنسبة للنساء المطلقات، ولكن حقا في الصحراء المغربية فعلا هذا الموضوع مثير للاهتمام، مثير. يعني أنا دائما أقول إن شاء الله إذا نزلت للصحراء ضروري أن أعمل يعني وثائق صغير أو لا روبورتاج على الموضوع، لأنه استضفت مرة صحراوية مطلقة، ولكن كنا نتحدث عن مشروع، وفعلا أخبرتني بأنه ليلة الطلاق يوم يعني قررت بأنه هي والزوج يطلقوا، ولما رمى عليها الطلاق كانت أولا الليلة يعني ليلة فرح في البيت وزغاريد وكذا وكذا، ويومين من بعد فعلا تقدموا الخطاب، يعني جاوا رجال جداد يخطبوها، فكان الاحتفال بها أكبر. وهذا غريب يا أخي، تقول يعني في بلد واحد، لأنه هذا موجود في الجنوب المغربي وليس موجود في الشمال المغربي أو لا في الوسط، يعني تقول من أين أتت هذه العادات والتقاليد في الأصل؟ صراحة أهل مكة أدرى بشعابها، ولا صح. يمكنني أن أنوب عن أهل عن أنوب أنا عن أهل الصحراء في تعاريفهم صح. أعرافهم وتقاليدهم صراحة، يعني لا حتى لا أفتي فيما لا حتى لا أفتي، لكن أنا عندي أصدقاء صحراويين وصحراويات. شوفي، أنا اكتشفت، بما أنه أنا يعني أعيش في بيئة صحراوية من 30 سنة، أن أهل الصحراء أكثر انفتاحا ممكن. من أهل الأقاليم الفلاحية الأخرى أو الساحلية الأخرى، أكثر انفتاحا، وعندهم يعني هذه الأشياء متاح فيها الكلام بلا حياء، بشكل عادي. بشكل نحن يعني لربما أهل المناطق الجبلية ولا أهل الساحل يستحيون يعني ويستنكرون هذا الانفتاح، يعني صحيح صحيح. يعتبرونه يعني ما ف أهل الصحراء عندهم نوع من الانفتاح، وعندهم نوع من المرح في الحياة الاجتماعية، لا توجد لأنه هذه الأقفال. لأنه حياتهم بدأت بحياة بدوية، وأظن بأنه المعروف على الحياة البدوية أنها حياة مريحة، يعني ما كاينش ذاك التعصب، ما كاينش ذاك المعاملة، يعني تعامل غريب بين الرجل والمرأة، بالرغم من أنه في هناك عادات وأعراف وتقاليد، ولكن فعلا أنا كنحس بأنه حياتهم مريحة أكثر مقارنة بحياة المدينة. لربما هو طابع العيش في الخيمة، هذا المنزل المفتوح، هذا المنزل الذي يعني هو يعني يشف عن الكثير من الأشياء، فطابع الخيمة هو طابع مفتوح، الخيمة صحيح. هو بيت مفتوح، بيت من الشعر، يعني لا يمنع الأصوات ولا يمنع، فإذا كانوا يتحرجون من الكثير من الأشياء لا يمكن لهم أن يعيشوا حياة صحيح سوية. صحيح صحيح. فعندما يصلون إلى مرحلة من التسامح، وهذا نوع من التحليل الشخصي، يعني التسامح مع هذه الممارسات العادية اليومية بين الزوج وزوجته، فلا يعني يقع هذا الحرج، فلربما هم أكثر انفتاحا من هذا القبيل. طيب نعم، أهل الصحراء منفتحون مثلا أمام الأولاد أو الأقارب، ليس كباقي الأقاليم. تحية لكاع الناس اللي راهم متابعين لايف. هناك سؤال أخير يا محمد، وهذا السؤال يخص ضعف وقوة الرجل الشرقي، وهنا دائما أقول لا نعمم، نتحدث عن جزء معين من الرجال العرب والشرقيين أو للخليجيين وما إلى ذلك. علاش نعم كنشوفوا عند بعض الرجال بأنه الرجل عندما يبكي ضعيف، الرجل عندما يكون رومانسي ما عنده شخصية، الرجل عندما يظهر حبه ورومانسيته فهذا رجل، هذا ماشي راجل، علاش؟ لماذا هذه الأمور؟ أظن أنه نوع من الفهم الخاطئ لموروثنا، إحنا موروثنا جدا رومانسي، صحيح. يعني أنا ممكن أسرد لك بعض
الأبيات والقصائد التي تغنت بالمرأة وبالجمال وبالحب يعني بطريقة خرافية، يعني ابتداء من المعلقات وانت ترى وانت نازل. هناك وش بيت شعري أو لا مقولة لا أدري تتحدث عن كلنا نحب شم الرياحين، ولكن ما عدت أتذكر شكون لي هذا، وش هي مقولة ولا بيت شعري، من منا لا يحب اشتمام الرياحين، شيء من هذا، لا ما عندكش فكرة على هذه المقولة، أذكر، لا، هذا بيت من الشعر هذا أذكره، بيت. ولكن سوف أبعث، ولكن أبعث لك إياها. لكن أنا يحضرني يعني مطلع معلقة من المعلقات عندما يقول: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مصقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوشي الوحل، كأن مشيتها من بيت جارتها، مر السحابة لا ريث ولا عجل، إذا تقوم يضوع المسك أسورة، والزنبق الورد من أردانها شمل، ما يا سلام، روضة من رياض الحزن معشبة، خضراء جاد عليها مسبل هطل، يوما بأطيب منها نشر رائحة، ولا بأحسن منها إذ دنا الأصل. شعرنا العربي مليء بالرومانسية، يا سلام، يا سلام. شوف، ودابا يعني بديتي، مثلا ودابا بديتي الشعر، وكمل أكمل كمل. أجيب لك شعر خليجي. في تفضل. كان شاعر كويتي جميل، تحية له، الشاعر الكويتي سعد علوش، يقول: حبيبتي تحفة من النوع الفريد، لا جيت بمدحها أخاف أذمها، لأن المدي يحبها ينقص ما يزيد، ولأنها خيال وطايش وما همها، متمردة وبعقل هارون الرشيد، وفي الزين ما عذرة توقف يمها، لو قستها مثلا على الجيل الجديد تحط حليمة بولند في كمها، من غيها السادات سواد العبيد تحر وتبرك عند ركبة عمها، ومن غيها لا من تلفت كل حيط وده يصير إنسان لجل يضمها، ومن غيها حتى الدهن عود العتيد يسيل في يدها عشان يشمها، ومن غيها لا من خذت نفس جديد تهاوشت الأنفاس على فمها، لبيها أم الفكر وأم القصيد، لبيها من ضحكها لا غمها، اللي بقوله اجعلها الحظ السعيد والله يخليها لأبوها وأمها. صح لسانك يا محمد، ما شاء الله عليك، ما شاء الله الله عليك يحفظك محمد، يبارك فيك. رائع رائع عزيزي. فاحنا مليئين بالرومانسيه. عنتر بن شداد يا اخي، وهو الصنديد الفارس كان رومانسي، صحيح. يقول لها يقول لها: هلا سالت الخيل يا ابنه مالك، ان كنت جاهله بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعه انني اغشى الوغى واعف عند المغنم، ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسم. فكلنا رومانسية وكلنا حب وكلنا عطاء، لكن الحوار وحرية القرار، ويعني لازم نفهم بعض. إذا في صحيح، تواصل وفي الفهم إذا في تواصل الفهم هنا سوف نجد الكثير من الرومانسية الجميلة التي تمثلت في إنشاء أسر كبيرة موجودة يعني إلى يومنا صحيح. هذا. تفضل. شوف، حتى محمد كاين واحد الأمر مهم جدا، هو أنه للأسف احنا، أنا أتأسف على واحد الأمر، هو أننا نتحدث عن الرسول ولا نعرف فعلا فعلا نبل أخلاقه وتعامله، خصوصا مع نسائه. لو أن الناس يعني يرجعوا شوية السيرة ديال الرسول، سيكتشفون بأن تعامله مع نسائه مثلا كان تعاملا رائع جدا، يستشيرهن، يتكلم معهن، يتواصل معهن، يسمعهن، يجالسهن ليعرف شنو مشكلة كل وحدة. للأسف عندما ننقل اليوم حياة الرسول، أو نقول كما كان يفعل الرسول وما إلى ذلك، نجد بأنه هناك هو بين ما كتبه الصحابة بعد وفاة الرسول وبين ما كان يقوم به الرسول فعلا. أنا أحس بأن الرسول فعلا مجد المرأة، أعطاها مكانة، احترمها، كرمها بشكل كبير جدا، ولكن
توقف كل هذا عندما بدأ الرسول في إظهار كل هذا، توقف عند وفاته ليبدأ مشوار تعامل الصحابة مع النساء، لأنه نعلم بأن عدد من الصحابة كان لا يتعامل جيدا مع نسائه، يعني هذه مذكورة في الكتب التاريخية، في كتب تتعلق بالصحابة وما إلى ذلك. كانوا تيجي وعند الرسول يقولوا له لماذا النساء يرافقننا مثلا، علاش عائشة أظن كانت ترافقه في الغزوات، علاش تمشي معك، لماذا يجب أن تسمعهن عندما طالبنا مثلا بأن يشاركنا في الغزوات. يعني كاين واحد كاين شيء حصل في التاريخ. لا لا، هو الفكرة تأتي من فهم طبيعة الرجل أو طبيعة الحياة في الجزيرة العربية ما قبل الإسلام. ما قبل الإسلام هي عليه الصلاة كانت والسلام. طبيعة هي ما قبل الإسلام هي طبيعة جافة. المرأة، البنت، كان من يرزق ببنت كان يدفنها حية، كان وأد البنات. صح صحيح. كان الرجل إذا توفى والده يرث. كانت المرأة جزء من التركة. إذا من أبوه التاريخ. عنده نساء كان هذا الابن يرثهن. ف وهذا ليس عند العرب فقط، بل حتى عند الفرس كانت المرأة كذلك، وهي يعني من الدول أو الحضارات التي كانت تسيطر بشكل كبير صحيح. على أو تهيمن على القبائل العربية المتناثرة المتناحرة قبل الإسلام. صحيح. فكانت يعني وضعية المرأة جدا صعبة قبل الإسلام، وجاء الإسلام بالهدي المحمدي، رفع من شأنها ووضعها في مكانها الذي تستحقه وكرمها. وكان هذا التكريم ليس بالأمر أو بالأقوال أو بالنصوص فقط، وإنما كان بالفعل النبوي صحيح الشريف. صحيح. كان القدوة بشكل مباشر، كان يكسر هذا التحجر عند الأعراب تجاه المرأة. هذا يعني نوع من الخجل أو نوع من يعني وكأنه شيء معيب. كان يكسر هذه الطابوهات من خلال فعل يعني يصدمهم، فكانوا صحيح. يعني يستنكرون ثم يصوب لهم ويصحح لهم. يعني هناك صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، قال: أو تقبل أبنائك يا رسول الله؟ قال: والله عندي 10 من الأبناء ما قبلت أحدهم قط. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. فهمتي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وكان حفيده يعني حفيديه الحسن والحسين وهو في السجود يعني يصعدون على رأسه الشريف صحيح وينتظرهم حتى ينزلوا ثم يكمل صلاته. صحيح صحيح. ولا ضير في ذلك. المشكلة ليست فيما كتب، المشكلة في الفهم. في الفهم أنت والمشكلة فيما نقل، والمشكلة فيما نقل أيضا محمد، هناك تضارب. يعني ما نقل فعلا ربما فيه بعض الهفوات بخصوص المرأة. لا، الدين ما نقل أخذ هذا النقل أخذ رحلة. هذا النقل أخذ رحلة. الرحلة بدأت من المدينة المنورة، ثم بانتشار الرقعة الإسلامية تنطلق إلى الشام. هل طبيعة أهل الشام هي طبيعة أهل الصحراء؟ لا لا، أكيد. فرق شاسع. ثم بعد ذلك هذا النقل يرحل من بلاد الشام إلى مصر التي كانت قبطية بالكامل. صحيح. هذه مصر كانت قبطية، وكانوا عندهم الدين المسيحي بالكل، وعندهم انفتاح معين، وعندهم عرف. هذا يعني هذا الدين الموجود هناك منذ سنوات خلق عرف في اللبس، في الأكل، في التعامل، في التواصل، يعني المرأة تعامل في مصر في العهد القبطي بشكل مختلف تماما عن الذي صحيح. تعامل به وهذا حصل إشكال فقهي عند الفقهاء. لذلك نجد الإمام الشافعي عندما ذهب إلى مصر أصبح يجد لهم الرخصة، لأن الدين كان صعب عليهم. أن يعني هم محبين للدين، لكن التعامل مع الدين كان صعب. فكان المذهب الشافعي السني من ألطف المذاهب، لأنه بحث لهم في رخص كثيرة جدا لم يجدها، لم لا تتوفر عند المالكية مثلا. ثم رحل هذا النص الفقهي إلى المدرسة الحنبلية في العراق. المدرسة الحنبلية عندما رأت كثرة الرخص أو هذا الانفتاح نعم. أو هذا اليسر في الدين بشكل كبير، جاء هناك تخوف على الدين، فأصبحت
أن الأحكام جدا قاتمة وصارمة ومشددة، ولذلك المذهب الحنبلي هو الأشد انا لم وهو انا ما بصراحة من بين المذاهب اللي ما اهتميتش بقراءتها نهائيا هو الحنبلي يعني، واصلا متزمت جدا، يعني الحنبلي ما متزمت حتى قريتوش. هنا في الخليج، حتى هنا في الخليج إذا شخص متزمت ومتعصب نقول عنه يعني أنت ليش حنبلي يعني. هل يعتمدون في الخليج اي مذهب يعني اكثر يعتمدون؟ المذهب في السعودية مذهب الدولة هو الحنفي، الأحناف الحنفي الحنفي. في الإمارات المذهب المالكي، مثل المغرب، احنا في المغرب المذهب المالكي أسوة بالمغرب المذهب المالكي الأشعري هو الذي المغرب يعني يعمل به. في مصر المذهب الشافعي هو الذي يعمل به صحيح. بشكل عام يعني. الحنبلي الحنبلي ما قليل جدا، تسمعش قليل، ما تسمعش به بزاف. قليل 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 جدا، الحنابلة قلال، نعم ولكن المذهب المالكي هو الأكثر انتشارا في العالم صحيح صحيح. ككل. بيت الشعر الذي تحدثنا عنه واحد الأخ من الذين يتابعون البث فعلا كتبه: إن النساء رياحين خلقن لنا، ومن منا لا يشتهي شم الرياحين. صحيح، هو هذا البيت الشعري اللي قلت عليه. جميل جدا، جميل جدا. طبعا أنا أشكر جميع المتابعين اللي معنا هنا، أنا أنظر إلى التعليقات الآن. كانوا تعليقات كثيرة الصراحة، دونك حاولنا أننا نجاوب عليها تقريبا كاملة. إيه والله، لا نهار كبير هذا السي محمد في الحقيقة. هل تعلم هو بأنه فرصك. انستغرام بمجرد ما تتجاوز واحد الوقت معين كيقطع لك البث؟ طبعا 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 طبعا، أصلا هو فوالا. الوقت معكم صديقتي يعني يمر سريعا. مرة بسرعة طبعا الضوء الوقت. محمد الموضوع محمد شيق. ايوه، قول لي اهضر قول لينا شويه، اهضر لينا شويه عليك، لانه انا مثلا شفتك في التمثيل، شفتك في التقديم، وعندك عمل اخر، ولكن محمد المنصوري تحب يعني ماذا بالضبط؟ في قرارة نفسك انت خلقت لتكون ماذا؟ ممثل، اديب، شاعر، لا مغني بلاش، هذه مغني لا، صوتي بشع في الغناء. جرب جرب، خليه يشوف ذا فويس، جرب يا أخي. لا، ربما أنا كنت في الأمداح النبوية لأن الأسرة كانت جدا متدينة، وكانت عندنا بعض المراسيم الأسبوعية، ليلة الجمعة كان يجتمع الفقهاء في منزل الوالد، وكنا نردد الكثير من الأمداح والأشعار. أنا على الصعيد الشخصي لطالما حلمت أن أكون مذيع في الراديو، يعني خلف الميكروفون، وهذا كان حلمي الوحيد، ابتداء من الإذاعة المدرسية التي يعني أدمنتها. كانت مسألة حصرية من الصف الأول ابتدائي إلى نهاية الثانوية العامة، وكنت مستحوذ عليها بكل المعايير والمقاييس. فبقى هذا الارتباط بالميكروفون أسير القلب وأسير الوجدان. درست إدارة أعمال موارد بشرية في جامعة أبو ظبي، أعمل كموظف حكومي، لكن الوصول إلى هذا الميكروفون ليس بسهل المنال، في إطار أنني لم أتخرج كلية الإعلام أو أني أدرس هذا المجال كدراسة، لكنه في صلب الاهتمامات. يعني أنا جميل جميل جدا. كل فترة أكون ضيف على الكثير من المحطات الإذاعية، من أستراليا إلى صحيح. مونتي كارلو الدولية إلى محطات الراديو المغربية. أنت شوف، أنت برنامجك، وأهلا بك في أي وقت يا محمد، ودائما يعني أحب دردشتنا وكلامنا، إن كان يعني بهذه الطريقة ولا أيضا يعني على انستغرام ولا في الإذاعة. بصراحة على أي الحديث مازال غيستمر، إن شاء الله. سنطرح مواضيع أخرى إن شاء الله دائما في الانستغرام، ستكون موعد قار للمتابعين. أوكي، مرحبا مرحبا، شرف كبير لي، وإن شاء الله يعني تكون لقاءات ممتعة للمتابعين، وسوف أكون سعيد أن أشارك معكم آرائي وأفكاري شكرا ودردشتي. الله شكرا يحفظك، يطول لي محمد. بعمرك. محمد انا عارفك ما تتفهمش الفرنسيه، سما في بليزير. شكرا بزاف. افيك بليزير، انا عارف افيك بليزير. اوكي تبارك الله عليك، شكرا بزاف محمد، الله شكرا. يحفظك ويطول لي بعمرك. تبارك الله عليك، والى لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله قريبا. شكرا. يلا تبارك الله، سلامة.